السلام عليكم، مرحبا بكم معي من جديد بالقناة. معكم ليلى، كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم وانتم بكل خير وباحسن صحة وعافية. ان شاء الله غادي نقدم معكم الجديد في المملحات، فغادي نقدم معكم ميني كرواسون على شكل كرواسون بحال هكذا بصلصة البيستو اللي كيجيو مقرمشين، كيجيو رائعين بنان بزاف، وطريقة التحضير ديالهم جد سهلة. انتم كيف كتشوفوا القرمشة ديالهم كيفاش دايرة، فعلا فعلا كيجيو رائعين، كيجيو مقرمشين من على برا ومن الداخل كذلك. فكنتمنى لك انت اول مره كتشاهدوا هذا الفيديو او كتزوروا القناه، نقول لكم مرحبا والف مرحبا. انضموا للقناه بالضغط على زر الاشتراك الاحمر اسفل الفيديو وفعل الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. بسم الله على بركه الله، نبداو بالمكونات والطريقه، فتابعوا معي الفيديو للاخير وفرجه ممتعه. اذا بالنسبه للمكونات اللي غادي نحتاجو لتحضير هاد المملحات ديال البيستو، فعندي هنا 500 غرام ديال الدقيق الابيض يكون رطب يعني خاص بالحلويات، ملعقه صغيره من السكر، ملعقه صغيره مملوءه جيدا من الملح، ملعقه صغيره من الفلفل الاسود اي الابزار، رشه من خميره الحلويات تقريبا واحد 3 غرام او نصف باكيه من هاد خميره الحلويات، ياغورت طبيعي، نصف كأس مخلط ما بين زيت الزيتون وزيت المائدة، 125 غرام ديال الزبدة، بطبيعة الحال تكون من الأفضل يعني زبدة سبيسيال خاصة بالأكل. بغيتو تستعملوا المارغرين ممكن تستعملوا غير فقط هاد الزبدة كتعطي واحد المذاق أحسن. عندي قليل من الماء الدافئ باش نجمع العجين، 3 الحبات من الفروماج أو الجبن المثلث، ملعقة صغيرة من صلصة الخردل أو لا المطرد، كذلك عندي هنايا صلصه البيستو. بالنسبه لهاد صلصه البيستو كتباع في كارفور موجوده، من الافضل تاخذوها وما تسويش ثمن غالي يعني تقريبا واحد 21 درهم، لكن مذاقها زوين بزاف بزاف، فهي اللي غادي تكون الاساسيه في هاد المملحات. فغادي نستعمل تقريبا واحد ملعقه كبيره حتى ملعقه كبيره ونصف. هادو هما المكونات، وندوزو لطريقة التحضير. فعندي هنا في العجانة غادي نضيف جميع هاد المكونات، فنضيف صلصة الخردل أو المطرد كيف قلت لكم ملعقة صغيرة، غنضيف الزبدة والزيت قطع ديال الجبن، ممكن تستعملوا حتى الجبن المربع الا ما كنتوش كتوفروا على الجبن المثلث، كيبقى لكم الاختيار يعني ماشي ضروري يكون هذا. ثم غنضيف هذا الياغورت الطبيعي، خميرة الحلويات، الملح والفلفل الأسود، ثم صلصة البيستو كيف قلت لكم، ونضيف تقريبا واحد الملعقة كبيرة حتى الملعقة ونصف باش كتجي النكهة ديال البيستو مغلبة. فضفت تقريبا هنا 3 ديال المعالق صغار، وغادي ندير هاد المكونات كاملين يتعجنوا في العجانه، ممكن يعجنوا غير باليد ديالنا فقط باش كنسهلوا الخدمه وكنخليها تعجن وكنمشي ندير حاجه واحده اخرى.
فكيف كتشوفوا ها هي العجينه ديالنا كنحصلوا على هذا القوام بحال هكذا. دابا غادي نجمعها ونديرها في واحد البلاستيك غذائي وندخلها للثلاجه كترتاح، وكذلك الزبده اللي فيها كتعاود تقبض راسها باش كتسهل علينا الخدمه ديالها. صافي غادي ندخلها للثلاجه تتاح على الاقل واحد نص ساعه لما فوق، ونعاودو نتلاقاو ان شاء الله. فكيف كتشوفوا من بعد ما ارتحت لنا العجين، فانا خديت واحد الورق رشيته بشويه ديال الدقيق ووضعت فيه العجين، وغادي ناخذ ورق اخر وغادي نطلق هاد العجين بيناتهم بالمدلك بهذا الشكل. نطلقوها كامله مزيان، كتصبح سمك واحد، يعني ما تكونش جهه غليظه وجهه رقيقه. ومن الافضل اننا نرققوا العجين لانه هذا الشكل هذا غادي يكون مرولي، فمن الافضل ما تكونش العجينه تكون غليظه، تكون رقيقه من الافضل. فنستمر على الشكل حتى كنقادها كامله بحال هكذا من الجوانب كذلك. فوالا صافي دابا مزيانه. ثم ناخذ قطعه ديال البيتزا غادي نقاد بها الجوانب، يعني باش نحصلوا على مربع هكذا باش كتجينا الخدمه مقاده. وهاد العجين طبيعة الحال راه كنجمعو باش نعاودو نخدمو بيه. فوالا، ثم غنجيبو الجراره اللي تنخدموا بها الشباكيه، او ممكن نستعملوا فقط هاد القطع ديال البيتزا اللي ما كناش كنتوفروا على هاد الجراره، غير هي شويه كتعطي شكل مزيان في هاد العجين. فغادي نقطع على هاد الشكل هكذا يكونوا قياس واحد. ثم غادي نبدا نقطع على شكل مثلث. حتى كنكملهم كاملين غادي نبدا نهز وحده بوحده، ثم غنبدا كنشكل بالنسبه لهذا الشكل. فكنجيو من هنا في الجهه اللي كتكون يعني طويله كنبدا كنرولي غير بحال هكذا بشويه بحال هكذا، وكنبقى كنجمع حتى الاخير ديال العجين. ها نتوما كيف كتشوف كتجينا على هذا الشكل بحال الشكل ديال الكرواسون. ها نتوما كيف كتشوفوا، نعاود معكم واحده اخرى. ها نتوما فكان ندور هاد الجهه اللي كتكون من هنا، وكنبدا كنرولي حتى كنكمل حتى الاخير. انتما كيف كتشوفوا كتجي على هاد الشكل، شفتوا؟ او ممكن نوريكم واحد الطريقه اللي غادي تجيكم اسهل، وهو كنوضعوها من هنا في الكف ديال اليد ديالنا، وكنقلبوا هاد الجهه اللي من هنا، وكنجيو بالكف الثاني وكندورو حتى الاخير. شفتو؟ يعني عوض ما نبقاو ندورو بالاصبع ديالنا بشويه بشويه، فكنجيبو كنحطوه هنا في الكف كندورو هاد الجهه اللي من هنا، ثم كنخدمو بالجهه الثانيه ديال الكف وكنبقاو ندورو حتى الاخير. كتجينا على هاد الشكل، كنظن راه واضح، يعني طريقة جد سهلة. هانتوما كنجيو حتى لهنا ونبدا كندور حتى الاخير. صافي غادي نستمر بنفس الطريقة حتى كنكمل الكمية ديال العجين اللي عندي بحال هكذا. فانا غادي نستفهم نيشان في الطاوله ديال الفران
يعني غندير الطاوة قدامي، والوحدة اللي كملتها نحطها في الطاوة نيشان. فغادي نكمل الكمية اللي عندي ديال العجين ونعاودو نتلاقاو ان شاء الله. كيف كتشوفوا، فمن بعد ما انتهيت من التشكيل ديالهم هانتوما، يعني شكلت العجين كاملة. انا خدمت بجوج ديال الطاوات، فهنايا هما شكلتهم وخليتهم مازال يعني على بال ما نخرج الطاوة الثانية. والطاوة الثانية هي درتها في الفران، هانتوما كيف كتشوفوا هي كتحمر. فانا درتها دابا غير من الفوق، لانه كنت دايرها من الفوق ومن التحت، ودرجة الحرارة كيف كتشوفوا على 150. فكيف قلت لكم كنديروا درجة الحرارة على 150 باش حتى من الداخل كتجينا طيبة ومقرمشة، يعني ما تجيش من برا تحمرات دغيا ومن الداخل تبقى معجنة. فغادي ندخل هاد الطاوة حتى هي الفران باش كطيب، ونعاودو نتلاقاو ان شاء الله باش نشوفو الشكل النهائي ديالهم. اذا كيف كتشوفوا، فهذا هو الشكل النهائي ديال المملحات اللي حضرت معاكم اليوم بصلصة البيستو. كيجيو رائعين، هانتوما كيف كتشوفوا الشكل ديالهم كيفاش كيجي، كيجيو فعلا زوينين بزاف شكلا ومذاقا. كذلك كيجيو مقرمشين، هانتوما كنتمنى تجربوهم لان فعلا فعلا كيستحقوا التجربه. فكنتمنى الى عجبكم الفيديو ديال اليوم، ما تبخلوش عليا بلي لايك وتبارطاجيه ما بين الاهل والاصدقاء ديالكم، كذلك في مواقع التواصل الاجتماعي. ولا كنتم مازال ما اشتركتوش بالقناه، اشتركوا بالضغط على زر الاشتراك الاحمر اسفل الفيديو وفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. شكرا بزاف على المتابعه ديالكم، الى وصفه قادمه وفيديو قادم باذن الله.